اهلا وسهلا يا شاكوش، والف مليون خطوه عزيزه. خطوه عزيزه دي طبعا بتاعتنا صح، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا دي بتاعتنا احنا. انت منورنا النهارده، كل قلبي. سنه وانت طيب. وانت ايه يا رب كل السنين اللي جايه يبقى كلها سعاده وفرح وهنا عليك علينا وعليك. عايزين بقى النهارده نلعب ونغني وناكل مع بعض ونعمل كل حاجه مع بعض، وعلى قد ما نقدر نسمع كل الاغاني بتاعتك. يلا نبدا. بس الاول كده عايز اعرف مين هو حسن شاكوش، عرفنا كده بنفسك. الاسم، السن، بلاش العنوان الناس كلها تروح تجيلك. حسن شاكوش، انا من منطقه شعبيه اسمها بلاد دكرور. تمام. قعدت فتره كده كنت بلعب كوره حوالي 12 13 سنه مثلا. 13 سنه؟ طب ايه اللي خلاك تسيب الكوره وتتجه للغنى؟ سبت الكوره بقى عشان كانت الظروف الماديه يعني كانت ما ساعدتنيش ان انا مثلا اكمل في الكوره، واتظلمت في الكوره، وبعديها والدي اتوفى، فشويه لخبطه كده حصلت. فبعدها على طول بعد ما قعدت من النادي كملت بقى، كنت عملت كام اغنيه كده، ما كانش في دماغي خالص ان انا يعني ولا شهره، ولا كنت بعمل موضوع هوايه ان انا مثلا. انا كنت عايز اسالك ايه اسم شاكوش ده؟ ليه شاكوش؟ شاكوش دي عشان خاطر انا كنت بلعب سرد باك مساك يعني. كنت بلعب مدافع، فشاكوش بقى اللي هو ما كانش اللي كان بيعدي كان هو الشاكوش ده. بس فطلعت عليا بسبب كده بقى. طيب اول انطلاقه ليك متهيالي كانت اغنيه اشكرك اوعدك. دي كانت ايه ظروفها دي؟ لا ده احنا كنا يعني انا وزمايلي كنا في بولاء، كنا بنروح مثلا تنجيد الصبح، بنروح فرح، فهم كانوا عارفين ان انا اصلا كنت بحب الفنان القديم اسمه محمد العجوز. فكنت على طول بقى بحب تسمع له. بحب اسمع له. كنت انا اصلا بحب اسمع القديم، يعني بحب اسمع القديم. ست ام كلثوم. مرحله القديم دي احنا هنوصل لها بس مش دلوقتي عشان انا جايه لك فيها. بس كمل لي الاغنيه بتاعت بس أشكر. بعد كده واحد صاحبي جاب لي مزيكا، قال لي اسمع كده المزيكا دي ممكن تعمل عليها غنوه كويسه جدا ومش عارفه ايه. فالمزيكا كان فيها باور وكانت سخنه، فروحت انا محول بقى اغنيه اشكرك ديت من هاديه لايه؟ لزي ما انت ما والناس سمعتها كده فجأة اشكرك اوعدك انسي خلاص حب كده مع المزيكا بقى. حلو قوي. طب احنا مش هنفرح بيك بقى ولا ايه؟ عايزين نحضر فرح بقى وزغاريت، وانت مش عايز تعمل اسره وبيت؟ لا ان شاء الله طبعا. اي حد انت مأجل اصلا المشروع ده، مش عايز تتجوز دلوقتي ولا؟ لا والله انا مستني اشوف بس بنت الحلال ان شاء الله. مستني بنت الحلال. طب ايه مواصفات بنت الحلال؟ ايه مواصفاتها؟ في بقى بنات كتيره دلوقتي طبعا بيتفرجوا عايزين يعرفوا حسن شاكوش عايز يتجوز البنت عامله ازاي اللي هيتجوزها. لا انا عايز واحده شبه امي، يعني تكون زيها زي امي كده، زي مراتات اخواتي. يعني انا في حته تانية. بس اكيد برضو عارف في حاجه اكيد بتشدك برضو للبنت اول ما تتعرف عليها، دماغها، شكلها، روحها، اكتر يعني حاجه ممكن تشدك ايه؟ لا يعني اكتر حاجه ممكن يعني ممكن يعني البنت مش الشكل على فكره. انا الشكل ما يعني معايا مش ما يهمكش موضوع الشكل. ممكن ده. يكون واحده ممكن اتجوز واحده ملك الجمال بس تعقدني في عيشتي. ايوه تطلع نكديه. فده مش حاجه معينه يعني. لا بس الواحد عايز واحده بنت ناس معاك على على على, 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 على المر قبل الحلوه. حلوة. يعني عايز واحده تكون تقول لي انا معاك على المره يعني قبل الحلوه، مش معاك مش طول ما الدنيا حلوه هي معايا، اول لما الدنيا تبقى مره. انت كنت خاطب ولا متجوز؟ انا كنت اتجوزت وبعد كده طب ايه سبب الانفصال برضه عشان البنات تاخد بالها؟ سبب الانفصال دي حاجات يعني حاجات عائليه كده. ف بس هما يعني الشك والغيره. طب عايز اعرف في معجبات طبعا كتير قوي دلوقتي الفتره دي، اكيد في معجبات كتير. ايه اكتر موقف مش بتنساه المعجبه؟ اكتر موقف؟ لا ده انا كمان انا الايام دي اخواتي كمان يعني عاطف وروبي دول طالع عينهم بسبب الموضوع ده. كل واحده بتعرض نفسها تعرض نفسها على اخويا. على اخوك انت؟ طب وانت فين؟ طب انت بقى فين بقى؟ لا ما هو عشان انا مش برد على حد. مش بترد على لا حد خالص؟ انا ولا برد على اي حد دلوقتي. مفيش بنت الجيران كده؟
هو في بنت الجيران بس دي غنوه.